بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أعزائي الطلاب في لقاء متجدد يجمعنا بكم من خلال قناة دروس في درسنا لهذا اليوم الذي نقدمه لطلاب المرحلة الثانوية المستوى الثالث في مادة الفيزياء. سوف يكون درسنا اليوم بإذن الله مراجعة القانون الثاني للديناميكا وخصائص المائع. سنتعلم اليوم في هذا الدرس بإذن الله أولاً التعرف على القانون الثاني للديناميكا الحرارية، أيضا التعرف على الانتروبي، وأيضا حل مسائل على الانتروبي، والتعرف على العلاقة ما بين القانون الثاني والانتروبي، وأيضا سوف نتعلم على المقصود بماذا الموائع، ماذا نقصد بالموائع، وأيضا وصف كيف تحدث الموائع الضغط، والتعرف على حالات المادة. في البداية ماذا يدرس القانون الثاني للديناميكا الحرارية؟ ماذا يدرس القانون الثاني للديناميكا الحرارية؟ القانون الثاني هو يدرس ويحدد اتجاه انتقال ماذا؟ اتجاه انتقال الحرارة. وطبعا من خلال دراستنا للقانون الثاني يتوقع في الديناميكا الحرارية أن الحرارة تنتقل تلقائيا من الجسم الساخن إلى الجسم البارد فقط. وأيضا القانون الثاني للديناميكا الحرارية ينص على أن العمليات الطبيعية تجري في اتجاه المحافظة على الانتروبي، وتعرفنا ما المقصود بالانتروبي، أي أن الأشياء كلها ستصبح أكثر ماذا؟ أكثر عشوائية وأقل انتظاما ما لم يتخذ إجراء معين يحافظ على انتظامها وترتيبها. ومثال على ذلك يعد الاختلاط كما تلاحظون في هذه الصورة، يعد الاختلاط التلقائي لصبغة الطعام الموضوعة بالماء مثالا على القانون الثاني في الديناميكا الحرارية. إذا ماذا يدرس القانون الثاني للديناميكا الحرارية؟ اتجاه انتقال ماذا؟ اتجاه انتقال الحرارة، يحدد اتجاه انتقال الحرارة. لدينا هنا سؤال، هل تحول المحركات الحرارية الطاقة الحرارية بشكل كامل إلى طاقة ميكانيكية دون حرارة ضائعة أو مفقودة؟ وما علاقة ذلك بماذا؟ ما علاقة ذلك بالقانون الأول؟ طبعاً إذا حولت الآلات الحرارية الطاقة الحرارية بشكل كامل إلى طاقة ميكانيكية دون أي حرارة ضائعة أو مفقودة، فإن القانون الأول في الديناميكا الحرارية يكون قد تحقق، لكن لابد من وجود ماذا؟ لابد من وجود حرارة ماذا؟ لابد من وجود حرارة ضائعة ومفقودة. سؤال هنا آخر، ماذا تعني الانتروبي؟ ماذا نقصد بالانتروبي؟ الانتروبي كما ذكرنا هو مقياس لعدم الانتظام أو الفوضى داخل النظام. إذا ماذا تعني الانتروبي؟ هو مقياس عدم الانتظام أو نقول الفوضى داخل النظام. إذن هذا هو تعريف الانتروبي، وعدم الانتظام أو الفوضى داخل هذا النظام. والفوضى كما عرفنا سابقا أنها تزيد وتزداد بزيادة الحرارة المضافة لهذا النظام، وإذا نزعنا الحرارة من هذا النظام سوف يقل الانتروبي. وكما ذكرنا عندما يتم بذل شغل أو النظام يبذل شغل دون تغير أو دون تأثر في درجة الحرارة، فإن الانتروبي سوف يظل ماذا؟ يظل ثابتا. أذكر قانون حساب التغير في الانتروبي. طبعا التغير في الانتروبي نرمز له بالرمز دلتا S، ويساوي كمية الحرارة المضافة للنظام مقسومة على درجة الحرارة لهذا النظام، ووحدة القياس هي جول لكل كلفن. جول لكل كلفن، هذا هو قانون حساب التغير في الانتروبي. لدينا سؤال، اختر الإجابة الصحيحة، عند زيادة حرارة الجسم فإن الانتروبي هل يظل ثابتا أم يزداد أم يقل أم جميع ما سبق؟ ما هو الاختيار الصحيح؟ عند زيادة الحرارة ها راح إيش؟ يزداد الانتروبي، فإن الانتروبي يزداد. إذا الاختيار الصحيح هو الاختيار B. سؤال آخر، عندما يبذل الجسم شغل دون أن تتغير درجة حرارته فإن الانتروبي
يظل ثابت أم يزداد أم يقل أم جميع ما سبق دون أن تتغير درجة حرارته؟ إذن الإجابة الصحيحة سوف إيش؟ فإن الأنتروبي يظل ثابت. إذا الاختيار الصحيح هو الاختيار ماذا؟ الأول. أذكر نص القانون الثاني للديناميكا الحرارية. القانون الثاني ويتكلم عن الأنتروبي. القانون الثاني يقول أن العمليات الطبيعية تتجه باتجاه المحافظة على ماذا؟ على الأنتروبي الكلي للكون أو زيادته. يقول العمليات الطبيعية تتجه نحو المحافظة على الانتروبي الكلي للكون أو زيادته، أي أن الأشياء كلها كما ذكرنا ستصبح أكثر عشوائية وأقل انتظام ما لم يتخذ أو يتخذ إجراء معين يحافظ على انتظامها وماذا وترتيبها. هذا هو نص القانون الثاني للديناميكا الحرارية. ما الفرق بين الحرارة والشغل وأيهما يتضمن الانتروبي؟ كما ذكرنا بزيادة الحرارة سوف يزداد الانتروبي، وطبعا عند بذل الشغل دون تأثر في درجة الحرارة لن يتغير الانتروبي. إذن الحرارة هي من يتضمن الانتروبي. إذن نقول بزيادة الحرارة راح يزداد الانتروبي. طبعا عند بذل الشغل دون تغير الحرارة الانتروبي راح يكون ايش؟ ثابت. طبعا ايهما يتضمن الانتروبي؟ الحرارة تتضمن ماذا؟ تتضمن الانتروبي. اختر الإجابة الصحيحة، وحدة قياس الانتروبي. الاختيار الأول الجول، الاختيار الثاني جول لكل كلفن، الاختيار الثالث كلفن، الاختيار الرابع جول في كلفن. يعني واضح من خلال القانون أن الاختيار الصحيح هو جول لكل كلفن، جول لكل كلفن. إذا الاختيار الصحيح هو الاختيار B. بعد ذلك تكلمنا عن حالات المادة، وحالات المادة هي ثلاث، إما أن تكون صلبة أو سائلة أو ماذا؟ أو غازية. إذن هذه هي حالات المادة، والمواد السائلة والغازية تشترك في خصائص معينة، وهذه الخصائص هي خاصية الجريان والانتشار، والمواد التي يكون لها خاصية الجريان والانتشار نطلق عليها ماذا؟ موائع. إذن حالات المادة ثلاث، سائلة، صلبة، غازية. إذن حالات المادة ثلاث، صلبة، سائلة، غازية. هذه هي حالات المادة. اختر الإجابة الصحيحة. نوع العلاقة بين الضغط والمساحة، هل هي طردية أم عكسية أم لا يوجد علاقة؟ سوف نقوم بكتابة القانون الذي يوضح ماذا؟ يوضح كيف نحصل على الضغط. قانون بي يساوي القوة على المساحة. نلاحظ أن العلاقة ما بين الضغط والمساحة علاقة عكسية، والعلاقة ما بين الضغط والقوة علاقة طردية. إذن الاختيار الصحيح هو الاختيار ماذا؟ هو الاختيار بي، علاقة إيش؟ عكسية. لدينا مسألة حسابية. في هذه المسألة يقول يجلس طفل وزنه 1800 نيوتن على الأرض على مساحة مقدارها
2 متر مربع. أوجد الضغط الذي يؤثر فيه الطفل على الأرض. أولا سوف نقوم بتحديد المعطيات. أعطانا الوزن، إذن الوزن يمثل هنا القوة التي سوف يؤثر بها هذا الطفل، وأعطانا المساحة التي يجلس عليها، إذن أعطانا إيه؟ أوجد الضغط، إذن يريد مقدار الضغط. نكتب القانون في البداية، الضغط يساوي القوة على إيش؟ على المساحة، ويساوي، نبدأ بالتعويض، 1800 تقسيم 0.2 راح يكون الناتج 9000. طبعا اما نقول نيوتن لكل متر مربع، او نقول ايش، او نقول 9000 باسكال. 9000 باسكال طبعا جميع الوحدات صحيح. طيب لدينا السؤال هنا يقول اختر الإجابة الصحيحة. الوحدة الدولية لقياس الضغط، هل هي نيوتن أم باسكال أم نيوتن لكل قدم أم نيوتن لكل سنتي؟ كما شاهدنا قبل قليل الإجابة الصحيحة هي الاختيار الثاني، الباسكال هو الوحدة الدولية لقياس الضغط نسبة للعالم باسكال الذي وضع قانون قياس الضغط. سؤال آخر اختر الإجابة الصحيحة. فراغ هو القوة مقسومة على مساحة ايش؟ القوة مقسومة على مساحة السطح، هل هو الضغط ام البلازما ام التمدد الحراري ام كمية الحرارة؟ الاختيار الصحيح ما هو؟ الضغط. الضغط هو القوة مقسومة على مساحة السطح. اذا بهذا اعزائي الطلاب وصلنا الى نهاية مراجعتنا لهذا اليوم، تكلمنا فيها عن القانون الثاني، وذكرنا في البداية أن الإنتروبي هو مقياس للفوضى والعشوائية في النظام، وهو يساوي مقدار الحرارة المضافة للجسم مقسوما على درجة الحرارة الجسم بالكلفن، وأن العمليات الطبيعية في الكون تحدث بحيث يتم الحفاظ على هذا الإنتروبي، أي الفوضى أو الاضطراب في النظام وزيادة. إذا الغرض من دراسة القانون الثاني هو تحديد اتجاه انتقال الحرارة، حيث من خلال القانون الثاني يتوقع أن تنتقل الحرارة تلقائية من الجسم الساخن إلى الجسم البارد فقط. وأيضا تعرفنا على الموائع، وقلنا أن الموائع يطلق على الغازات والسوائل كلمة مائع لأنهم يشتركون في بعض الخصائص. ما هي هذه الخصائص؟ خاصية الجريان والانتشار. وأيضا تعرفنا على الضغط وهو القوة المؤثرة على وحدة المساحات. إذا بهذا أعزائي الطلاب وصلنا إلى نهاية مراجعتنا لهذا اليوم. طبعا هذه بعض المراجع لمن أراد الرجوع إليها، وللتواصل أو المزيد من الدروس من خلال بوابة عين التعليمية. أتمنى لكم أعزائي الطلاب مزيدا من التوفيق والنجاح. نلتقي بإذن الله في دروس قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.